لا انا بمشي انا بمشي انا بمشي يعني ما فيش الكلام ده، انا بمشي على طول. انا لما بحس ان العلاقات اللي في المحيط اللي حواليا مرهقه وبتضايقني او ضغطاني بشكل مش لطيف وكمان بتديني طاقه سلبيه بشكل كبير، لا بريح. يعني مش هاذي ولا هضره، انما في الاخر خالص يعني عارفين لما خلاص ببعد كده واحده واحده، او بخلي اللي قدامي ده يعني مش زي الاول علاقته معايا او بقللها شويه. برضه يا فاروق انت محترم، ما اعتقدش ان انت بتنسحب برضه. ما خلي بالك، اصل انا بشيل اللي قدامي رصيد. يعني ايه رصيد؟ يعني انا اكيد كل واحد من المحيط اللي حواليا اكيد مش كلهم وحشين، اكيد مش كلهم طبعاً. يعني ناس سيئه لدرجه ان الواحد لازم يبقى ماشي معاه يعني عشان يعني يتخلص منهم يعني. اكيد لا طبعا، كل واحد اكيد عمل حاجه كويسه ليا في يوم من الايام. اكيد طبعا كل واحد في رصيد عندي، ليه رصيد عندي بشكل كبير جدا، فاكيد بشيله له في يوم من الايام برضو لو حصل مشكله. بس هنا برضو في حاجه، ان في ناس هنا ممكن تتجاوز المشاكل وتعديها، وفي ناس تانية ممكن تقف عند الحته دي. فانت هنا برضو في ارهاق حتى في المصالحه، في ارهاق حتى ان انت مش عارفه تعملي ايه. طب انت اصلا مش غلطانه، او انت اصلا مش عامله مشكله، وفي نفس الوقت لما تيجي تعملي الخطوه دي بتلاقي برضو فيها صعوبات، بتلاقيها برضو ان هي مرهقه. فالحاجات دي برضو انا بالنسبه لي بتضايقني شويه، انما لا بعرف اتخلص منها يعني كويس جدا، وبعرف كمان يعني اشيل قدامي الحاجه الكويسه اللي هو عملها لي في يوم من الايام.